إذا خلينا الآن نأخذ إحنا بنتذكر أول شيء راح أبدأ في الميتال فويل. الميتال فويل راح أركز الآن على الميتال، راح أعتبر إنه عندي رو ما تتغير، رو كونستانت، وراح يصير عندي التغير في إيه وفي إل. مرة تانية نذكر حالنا آر بتساوي رو في إل على إل. رحنا أول شيء بدنا نراجع بس لبوسون ريشو. لبوسون ريشو بتقول إنه لو عندي أنا مادة معدنية أظنها بتنطبق على المعادن، بعرف إذا في مواد تانية لها بوسون ريشو، ولو جيت الآن عملت اكستنشن، حطيت ستريس بحيث انه صار اكستنشن لهي الماده بهذا الاتجاه وتغيرت مثلا صارت ال بلس دلتا ال، او صار عندي تغير بالطول هذا اللي موجود هون، راح الاقي انه هاي الماده اللي موجوده هون راح يصير في عندي، طبعا هون راح يتكون عندي ابسلون، راح اسميه ال ابسلون ال اللي هو السترين اللي بيصير في اتجاه اللونجيتودينال، وهذا الدايركشن راح اسميه longitudinal direction. وعندي عمودي عليه، في السطح اللي عمودي عليه من هون هذا، راح يكون عندي epsilon t. ماشي، الكل فاهم شو يعني epsilon؟ epsilon ايش هي؟ stress ولا strain؟ strain. strain اللي هي dimensionless quantity، هي عبارة عن نسبة التغير، أو نسبة التغير في الطول إلى الطول الأصلي. فإذا صار عندي هون L plus delta L وكانت هي أصلاً L، فرح يكون عندي strain هو delta L على L. أوكي؟ فبصير عندي epsilon L بساوي delta L في اتجاه ال L على الطول الأصلي. لكن كمان بصير عندي، بتكون عندي stress في المادة هاي. هذه هي نظرية ال بوسون. إذا صار عندي longitudinal stress في هاي المادة راح يتكون كمان transverse stress. transverse يعني عمودي، في البلين العمودي على هذا longitudinal stress راح يتكون عندي stress بهذا الاتجاه وstress بهذا الاتجاه، راح نسميه epsilon t. كون stress يعني شو راح يصير؟ المادة اللي استطالت من هون إيش راح يصير فيها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه؟ راح تصغر، راح تعمل contraction. يعني إذا كانت هاي w هذه t مثلاً، راح تصير w minus delta w، وهاي t minus delta t. ايش العلاقة الان؟ هلا هون السؤال، العلاقة بين delta l على l ودلتا w اذا بدك سميها على w. خلينا نفترض انه هذا هون w. اول اشي معكوسين، هذا اول شيء. معكوسين ايش يعني؟ يعني الاشارة نيجاتيف. فاحنا رح نسمي هلا ميو اللي هي البوسون ريشو، مش هي ميو مضبوط رمزتولها؟ ميو راح تكون دلتا w على W على دلتا L على L، مظبوط؟ مش هيك الميو؟ هي لأنها أصغر من واحد، مظبوط؟ وفي عندي إشارة فيها ماينس، الماينس هاي كيف لينزز لو؟ كيف لينزز لو؟ بحط لي إشارة ماينس بفرديز لو، يعني واضح إنه المادة مش يعني إذا صارت شدت من هون راح تنكمش من هون، راح تنكمش من هون، راح تكون عندي سترين ترانسفيرس، وبتكون في كل البلين هذا اللي موجود، في كل البلين اللي عمودي على اللونجيتيودينال، هذه صار عندي اسمها البواسون ريشو، وفي المعادن هذه بتتراوح من حوالي 0.25 ل 0.35. أنا ما بعرف إذا في مواد ثانية غير المعادن الموجودة فيها هاي الظاهرة، بس هاي الظاهرة اللي هي البواسون ريشو. خليني أتأكد أنا حطيتها مظبوط صحيح؟ مظبوط، لأنه هذه أصغر من واحد. فاحنا بنقول انه ما بيصير نفس الاستطاله، يعني ما بيصير الزياده في ال بتؤدي لزياده لنقصان مساوي بالنسبه ب تي، لا، الزياده في ال بتؤدي لنقصان في دبليو او في تي، لكنها مش كل القيمه 0.25 0.35، يعني ربع الى تقريبا الثلث القيمه هناك اللي بتتكون هناك. فخلينا نكتبها هذه هون لانه راح امسح البقيه. فعندي ميو بدها تساوي ماينس، واشاره الماينس بتهمنا بعدين نتذكرها. فعندي هي عباره عن ابسلون تي على ابسلون ال، أو هي نفسها كمان إبسلون تي على إبسلون ال، ولذلك إذا بقدر أقول إنه إبسلون تي بتساوي ماينس ميو في إبسلون ال. أوكي ماشي، واضح لكل هاي. وطبعا راح نحط كمان الأصلية اللي هي R بتساوي ال، بتساوي ال في رو، رو في ال على إيه، لكن إحنا بنقول في المعادن رو ما راح تتغير، راح تطلع عندي كونستنت، فالتغير الآن راح يصير، هو راح يصير في ال، راح يصير في إيه. هاي أول شيء بدنا نحكي عنه. الشيء الثاني، لما يكون عندي very very small quantities، حد يمسك الآلة الحاسبة، خلي معي الحاسبة شوية أشياء. هلا إذا عندي أنا رقم من هون، ولو عندي واحد على واحد ماينس دلتا، طلع على هاي الرقم أول شيء. هلا
دلتا انا هون بدي احكي بدلتا صغيره جدا، عم نحكي بارقام صغيره، واحد بالمليون. فمثلا خذ لي يا انا بضل انسى اسمك، زيد. خذ مثلا، خليني اقول دلتا بتساوي 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6، ونقسم 1 على 1 ماينس 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6، قديش بتساوي؟ 1.5 تقريبا، ما حتساوي معك 1 زائد 1 بلس 1.01. تمام، اللي هي تقريبا 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6، يعني كأني بقول 5 اصفار وبعدين 1. تمام، فكأني بقول انه 1 على 1 ناقص دلتا تقريبا بتساوي 1 زائد دلتا، و 1 على 1 زائد دلتا تقريبا بتساوي 1 ناقص دلتا. كيف نثبتها هيك؟ لو اخذنا 1 على 1 ناقص دلتا وضربناها ب 1 زائد دلتا و 1 زائد دلتا، بصير اضرب بشيء زي هيك؟ ايش عم بضرب؟ عمالي بضرب في 1، مضبوط؟ اذا هاي بتصير عندي 1 زائد دلتا، وعندي هون 1 في 1 رح تعطيني 1 ناقص دلتا، وزائد دلتا رح تعطيني 0، وشو رح ضل عندي؟ ماينس دلتا سكوير. اذا دلتا صغيره شو رح تكون دلتا سكوير؟ اصغر. يعني اذا كانت 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 رح تصير 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 12، هاي تقريبا بتساوي 1 زائد دلتا. هاي بتسهل علينا كل الحسابات كثير لما نيجي هون، لان احنا بنحكي عن تغير في المقاومه صغير جدا، 1 بالمليون او 1 مثلا او 10 بالمليون او 100 بالمليون. اذا عندنا بنقول نفس الشيء لما بنقول هون عندي مثلا، خلينا اقول 1 ماينس دلتا تربيع، شو بصير عندي؟ بصير عندي 1 بعدين عندي ماينس 2 دلتا بلس دلتا سكوير، مزبوط؟ هذا اللي عملته هون، فيش تقريب هون، بس دلتا سكوير تقريبا شو بتساوي؟ 0. اذا هاي بصير عندي تقريبا 1 ناقص 2 دلتا، ونفس الشيء كمان هون 1 زائد دلتا تربيع تقريبا بتساوي 1 زائد 2. اوكي، هاي كلها ارقام تقريبيه، بس عم نحكي ارقام صغيره جدا. طبعا اذا هذا صار 0.1 دلتا ما بصير اكمل زي هيك، بده يكون رقم فيري فيري سمول، يعني 1 بالمليون، 10 بالمليون وهكذا. اذا خلينا نكتب هذول هون كمان، اذا 1 على 1 ناقص دلتا تقريبا بيساوي 1 زائد دلتا، 1 على 1 زائد دلتا تقريبا بيساوي 1 ناقص دلتا، و1 زائد دلتا تربيع تقريبا بيساوي 1 زائد 2 دلتا 1. اوكي، ماشي، واضحه هاي؟ إذا هذا الجزء بعدين الآن رح نبدأ الآن نطلع على وبهمناش كثير، بس خلينا نحطها هون. إي بدها تساوي يانجز موديولس أوف إلاستيسيتي بيساوي سترين على سترين. أوكي ماشي، بيساوي ستريس على سترين. وهون إذا كني أنا في الإلاستيك ريجن لازم تضل هاي المعادلة من هون صحيحة، وهذا عندي هون سترين وهون ستريس. أوكي، طيب هلا خلينا ناخذ رد، رح ناخذ